يقطع الصبار خلال نضجه عدة مراحل. ثمار الصبار تبدأ صغيرة ذات أزهار تميل إلى الإحمرار، ثم تتفتح أزهارها في وجه النحل ويغلب عليها اللون الأصفر. بعد ذلك تبدأ الأزهار بالانغلاق ويزداد حجم الثمرة، ثم تتحول أزهارها اليابسة من اللون الأصفر إلى الأسود، ثم تسقط الأزهار. ثم تبدأ الثمار بالانتفاخ وتتحول من اللون الأخضر إلى الأصفر ثم اللون الأحمر، فتبدو شهية في أعين الناظرين. ولأن لكل شيء نهاية، تتساقط ثمار الصبار على الأرض بعد رحلة طويلة وتتحول إلى سماد يغذي جذور النبت من جديد.